ده آخر فيديو ظهر فيه معتز وهو خارج من الفندق مع واحدة أجنبية وركب معاها العربية. خروج معتز مع البنت دي ما يطمنش، أكيد في حاجة غلط لأنه أصلا كان مديني ميعاد. طيب أنا شايفة يا جماعة بعد الفيديو ده إن إحنا مش المفروض نقلق عليه، المفروض نقلق منه. إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ لا طبعا مستحيل مستحيل يكون معتز بيعمل حاجة. إيه رأيك في الأكل؟ جامد أوي 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 صح؟ هاش ما تصحيش يا حبيبتي، أنا متربي في الأماكن دي. امال ليه حسيت انف كده عمال تنقنق حته حته كل زينا كده؟ انف ازاي يعني؟ لا لا والله العظيم بقصد، انا اسفه. المهم يعني ان انت مبسوط من الاكله دي صح؟ انا مبسوط اكتر ان احنا قاعدين مع بعض بره الورشه. انا كمان مبسوطه. طيب حسبها ان انت مبسوط وانا مبسوطه واحنا الاثنين مبسوط. بصراحه انا كنت عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت ليه لحد دلوقتي مش مرتبط؟ لو في حياتك واحدة يمكن ما جاتش الفرصة أو ما عنديش الشجاعة الكافية. إيه ده؟ ما عندكش الشجاعة الكافية؟ عيب عليك لما تبقى صاحبي وتقول جملة زي دي. بص يا سيدي، بما إننا صحاب فأنا هنقل لك خبرتي في الحياة، أوكي؟ اتفضل. أنا شايفة إن الفرص حوالينا طول الوقت، بس الخوف اللي جوانا ده هو اللي بيمنع. يعني أنا مثلاً لو انا في حياتي حاجه اسمها خوف او عدم شجاعه، عمري ما كنت درست ميكانيك، ولا عمري كنت اصريت ان انا انزل ورشه واشتغل فيها، ولا كنت مثلا سافرت لندن واشتغلت في اكبر شركه عالميه اي حد يتمنى يشتغل فيها، ولا كنت كمان صاحبه قراري ان انا ارجع مصر، مش كده؟ عندك حق، بس انت ليه ما ارتبطتيش لغايه دلوقتي؟ لا بص، هو انا مش هضحك عليك، انا هاجي معاك سكه ودغري في الموضوع ده. انا بصراحه جربت نصيبي ولقيت ان الكار ده مش بتاعي خالص، محتاج بقى وقت وسهوكه وفرهضه، وانا ما عنديش وقت خالص للكلام ده. انا بشتغل وابني مستقبلي وبشوف شغل ابويا وبشوف شغل انا كمان، يعني بحاول اقف على رجلي الاول. خلصت القعده، انا شايف ان البت ياسمين بنت الرخمه اللي بتقعد تسال اسئله كتير دي معانا في الورشه معجبه بيك وعينها منك، وانا شايفه ان دي فرصه كويسه اتكل على الله. الكلام ده مش كلامك، مين قالك تقولي لي الكلام؟ عم صلاح. بصراحة عم صلاح هو اللي قال أقولك، وقال لي ما أقولكش إن هو قال لي كده، فاهمني؟ كملي كملي. أنا معرفش إن أنت هتضايق من الموضوع ده، بس هو الراجل نيته خير، هو عايز يفرح بيك ويشوفك في بيتك وعايز يشيل عيالك، يعني هو مش قصده حاجة. أنت اتضايقت؟ هو جالك أنت تبلغيني فعشان تحاولي تقنعيني يعني؟ أيوة، عشان هو عارف إن إحنا صحاب قوي، بس هو قال لي ما أقولكش. انا اسف يا رؤى، انا معرفش ان انت هتتضايق، ما تزعلش مني. لا انا مش زعلان منك، انا زعلان منه هو. لا هو عادي. انا الحقيقه اتضايقت من نفسي قوي ان دخلت في مشاعر فاروق وحاولت اقنعه بحاجه تقريبا انا نفسي مش مقتنعه بيها. ما هو ده يبقى ظلم لنفسنا قوي لو عملنا حاجه بس علشان نرضي ناس تانيه غيرنا. الشك حاجه قاسيه جدا واحساس صعب لما بنحس بيه، فتخيلوا لو احنا بنمارسه على غيرنا دايما من غير ما نحس ان شكنا ده ظلم. الحب والشك ما بيجتمعوش، والباب اللي بيخش منه الشك بيخرج منه الحب. اننا ما ناخدش بالنا من افعالنا حتى لو كانت بسيطه وهدفها نبيل،